معانا قارئ الكف الاستاذ محمد فتحي، نشوف هيقول لك ايه. اهلا وسهلا. ومين اللي هيشوف التاني؟ انا مش عارف. كف تخين مش كده؟ يا استاذ جورج، انت عقليتك جبارة وعندك ارادة وعزيمة من حديد. ارجو تمشي زعلان، لان ممكن تتعرض لمرض اساسه الحالة النفسية العصبية. يعني الحاجات اللي انت شايف كده قولها لي في ودني. متلفش. يعني الحاجات اللي انت شايف كده قولها لي في ودني. متلفش. بس عشان برضو. ولا يا عم، انت راجل عندك قدرة هائلة انك تتنبأ بالحاجات اللي هتحصل، سواء خير او شر. هتحقق في حياتك 4 مفاجآت سارة لم تحلم بها دلوقتي، مش موجودة في ذهنك دلوقتي. ده ايه الكلام الحلو ده؟ البرنامج ده عسل. مالك فل يا سي محمد؟ الله يبارك. والله العظيم انت عسل. هات حاجة ساعة يا سيدي. الراجل بيقول كلام زي السكر. الحمد لله. وانت ماشي في الطريق خلي بالك ما تسرحش. 2 من ذريتك هيكون لهم مستقبل ضخم جدا وهتفرح بيهم قوي. والله اعلم، والله اعلم، والله اعلم. والله اعلم، والله اعلم، والله اعلم.